صباح الخير عليكم اخوتي، تبارك الله عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، دائما الجديد عبر قناه عبد اللطيف القنوري. الان حنا كنتواجدوا في ولوت، نشوفوا المزاح ديال ولوت كي راه داير. خاصو شويه بصراحه، مازال خاصو شويه عاد، ونبارطاجيو معكم الاجواء ديال المزاح. بارطاجيو اخوتي الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وكذلك اشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد عبر قناه عبد اللطيف القنوري. والخيرات ديال المزاح هي هذه، راه خاصها واحد شويه من 15 في رمضان تكون تبارك الله كلشي احمر هنايا، اللهم بارك. وما تنساوش خوتي دائما صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والخير ديال المزاح هو هذا، والماء دائما كيشرشر تبارك الله. هنايا شوفوا الخيرات تبارك الله، يا سلام، شوف 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 شوف، تبارك الله، شوف ها الخيرات، اللهم بارك. والماء هذا الماء هذا راه جاي من زكزل تبارك الله، من زكزل 15 كيلومتر حتى لهنا فايت تبارك الله. شوف المزاح ديال زكزل تبارك الله، شوف 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 يا الخيرات، ما شاء الله، شوف 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 تبارك الله، اللهم بارك. منطقة ديال وولوت معروفة تبارك الله بالمزاح، وكذلك زكزل حتى هو معروف تبارك الله بالمزاح والخيرات ديالو. ها انتم تشوفوا تبارك الله، شوف هاد الجهة من راها تبارك الله تذوق، راه طايبة تبارك الله، شوف شوف شوف، اللهم صل عليك يا رسول الله. شوف واحد الشجرة غير صغيرة حتى هي تبارك الله راها تذوق، هذا هي. هتشوفوا شوفوا الدعوة كي دايرة منا، هانتوما تلاحظوا الجو كي داير هنايا، والماء يشرشر تبارك الله، شوف شوف ما شاء الله تبارك الله، صل عليك يا رسول الله. تبارك الله، والله الواحد الراحة النفسية ملي كتشوف الماء والخضورية، شوف 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 تبارك الله، واحد الإحساس اللي زوين تبارك الله ملي كتشم هاد الريحة هادي تبارك الله ديال المزاح، وتاع الورود، وتسمع الماء يشرشر، زعما يا سلام، شوف شوف. إن شاء الله خليكم معنا أخوتي، غادي نوليو إن شاء الله من يكون طايب، ومن يكونوا يقلعوا المزاح إن شاء الله، غادي نديرو لكم واحد الفيديو خفيف إن شاء الله من كيكونوا يقلعوا المزاح، باش تشوفوا كيفاش الطريقه كيفاش يقلعوا المزاح وكيفاش. السلام عليكم، تبارك الله عليك. هذه الاجواء تبارك الله ديال المزاح، فاكهه زعرور ما شاء الله. الله يقوي الخير، الحمد لله رب العالمين على هذا الخير هذا تبارك الله، تبارك الله، الله يرحمنا يا رب العالمين. هذه هي اجواء ديال وولوت، الحمد لله على هذه الخيرات تاع الله سبحانه وتعالى، هذه راها نعمه تبارك الله، خصنا نحافظوا عليها، تاع الماء وديال الطبيعه تبارك الله. الشجرة ديال المزاح تبارك الله، راه بشحال عندها من سنة هاد الشجرة، الطول ديالها تقدر انت 500 6 متر، معرفتش شحال كتعيش. تبارك الله، خيرات الله سبحانه وتعالى، هاد الشيء هذا راه عنده تاريخ، لهاد الشجر هذا تبارك الله عنده تاريخ، ولهاد النخله هذه حتى هي عندها تاريخ ما شاء الله. ما شاء الله، يبان لي الحب رقيق هنايا في هاد البلاصه، شفت كيداير، شوف ما عرفتش غير من صغير خضر عاد،
غادي يزيد يكبر ولا هكا داير ولا ما عرفتش. نورمالمون كتكون الحبه كبيره بحال تاع زكزل، كتكون الحبه تبارك الله كبيره وتامره. هانتوما تشوفوا واحد الهدوء هنايا، واحد الكارم ما شاء الله، واحد الريحه تبارك الله ديال هذا المزاح وهذا الورد هذا، زعما الحمد لله هذه النعمه هذه تبارك الله. اللهم بارك، الجو رمضاني 100% ما شاء الله. هذا النهار الثاني تاع رمضان، فيديو جديد اليوم الثاني ديال رمضان. نتمنى من الله يتقبل من الجميع الصيام والصلاه والدعاء، يتقبل منكم ومنا ومن الاصدقاء ومن الاحباب. هذه جوله صباحيه باش تشوفوا الاجواء كي دايره، باش نتوما ما تقنطوش، باش نتوما تحسوا براسكم راكم هنا في البلاد. تحيه للناس عين السلطان، وتحيه للناس وولوت، ناس بركان، ناس المنطقه الشرقيه كامله، وناس المغرب فين ما كانوا، الناس المتتبعين اوفياء اللي راهم يتبعونا من انحاء العالم. واحد التحيه كبيره للاصدقاء والناس العزاز فين ما كانوا. ما تنساش خوتي الدعم والبارطاج والاشتراك في القناه باش ان شاء الله دائما يوصلكم الجديد. ولا واحد الراحه خوتي، واحد الراحه زعما بصراحه، يعني احسن ما كاين اللي كتسمع الماء كيشرشر، راكم تسمعوه الماء تبارك الله كيشرشر، واحد الجو زوين تبارك الله، والدعوه خضراء هنا يا شباب. الله يرحمنا يا رب العالمين على قد ندفع، الله يرحمنا، الله يرحمنا بالشتاء وقطرات المياه، كل شيء متوقف على الماء. إذا ما كاين ماء ما كاينش الماء، ما كاين والو. نتمشاو شوية نشوفوا الدعوة كي دايرة. أصوات العصافير، زقزقة العصافير، خرير المياه، والرائحة الطيبة ديال هاد الفاكهة المزاح. يا سلام، الحمد لله. ها هي واولوت، الناس اللي بغات تعرف أحوال ديال واولوت راه نشفت. الله يرحمنا يا رب العالمين، والأجواء كي دايره